زوينه قال لي الله يسهل عليك. وانا ملي جيت لهاد الثلاثه قلت لهم سهل عليا غير بالحب ديالكم الحمد لله. دابا هاد الشباب اللي هنا انا عارفهم على شنو، على قبل جوائز ياه. دابا في اطار هاد المهرجان في الهامش ديالو كانت واحد المسابقه ديال المسرح المدرسي، وكانت فيها لجنه التحكيم وفيها جوائز. باش نعرفوا هاد لجنه التحكيم اللي حكمات ونعرفوا هاد الجوائز، غنبقاو مع ممثل لجنه التحكيم ولد مدينه هاد المنطقه هادي سي محمد السباعي اللي كنعرفوه جميع بكلمه مشينا. سي محمد السباعي جمهور الأردن، تحية للفنانين المشاركين للمدعمين للجمعية المنظمة. وقبل أن أبدأ في تلاوة تقرير لجنة التحكيم المسابقة الرسمية للمسرح المدرسي في إطار ربيع المسرح، أنادي على زملائي في اللجنة المسرحيين الردانيين سي محمد التوباني وكذلك مولاي إدريس كرم. لجنة التحكيم المسابقة الرسمية للمسرح المدرسي في إطار مهرجان ربيع المسرح بتارودانت المنظم من 6 إلى 11 ماي 2024 بمناسبة اليوم الوطني للمسرح، وبشراكة مع المبادرة الوطني للتنمية البشرية ووزارة الشباب والثقافة والتواصل والمجلس الجماعي لتارودانت وبدعم من جهة سوس مازا وتعاونية كوباك، تتبعت لجنة التحكيم للمسابقة الإقليمية للمسرح المدرسي والمكونة منها الأستاذ محمد التوباني، الأستاذ إدريس كرم وعبد ربه محمد السباعي. تتبعنا عروضا مسرحية جاءت كالتالي: مسرحية إحنا معكم لإعدادية الشهيد علي بن طاهر. تصفيقات على كل مسرحية رجاء. مسرحية البيتكوين وهم أم حقيقة لمدرسة المعديات. مسرحية الأطلس العظيم لثانوية المعرفة التأهيلية. وبعد مشاهدة العروض وتتبعها ومناقشتها، تشيد لجنة التحكيم بكل المؤسسات التعليمية التي تهتم بالمسرح وتعتبره رافدا من روافد التربية المبنية على القيم الجمالية. تحيي المؤطرين والمؤطرات الذين بذلوا مجهودات مهمة من أجل مواكبة التلاميذ والتلميذات من أجل إنتاج هذه الأعمال الفنية. تثمن اللجنة المجهودات التي تقوم بها الفرق رغم قلة الإمكانيات المادية واللوجستيكية، ونسجل الملاحظات التالية: ضرورة الاشتغال أكثر على أسس الكتابة المسرحية في جل الأعمال المقدمة. نقطة ثانية: ضرورة الاستعانة بسينوغرافيا وظيفية. نقطة أخرى: الإنارة مكون من مكونات العرض المسرحي الجمالي، وتوظيفها يجب أن يكون مبنيا عن معرفة قبلية وليس فقط توظيفا مجانيا. ندعو كذلك المشرفين والمؤطرين على صقل مواهبهم من خلال المشاركة في ورشات تكوينية في المهن المسرحية. توصيات موجهة لإدارة المهرجان، وذلك بتوسيع دائرة المشاركة في المهرجان لمؤسسات أخرى، خلق دورات تكوينية لتتبع الفرق والمؤسسات المشاركة، العمل على إدراج ورشات لمناقشة العروض المسرحية، وبعد مناقشة مستفيضة خلصت اللجنة إلى القرارات التالية: قرارات الجوائز. غادي نخليكم مع مولاي إدريس على بركة الله. مشينا. شكرا سي محمد السباعي. وزيدنا خلاص توقيفة. السلام عليكم. وعليكم السلام. جاءت اللحظة الحاسمة. وصلت لجنة التحكيم إلى القرارات التالية: جائزة
تشخيص إناث تعود إلى التلميذة هاجر بكر. هاجر ثانويه المعرفة التأهيلية عن مسرحية الأطلس العظيم. لا يا هاجر ختنا هاجر. لا هاجر. الوطنية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية الإقليمية والمحلية
والمجلس الجماعي لتارودانت. ليتفضل ممثل عن المجلس الجماعي ليتسلم درع الدورة. مشكورا. وبغى هو سيد عامل لنوض يعطيه درع التكريم هذا.